بالنسبه للحراك الاجتماعي هنا حنا او هنا انا كنت واضح في هذا الاتجاه بان تنعتبروا بان هنا من ضروري انه يكون واحد التصور واضح لحل هذه الازمات. لان اليوم دوزنا ها الاحتجاجات ديال العطش، ها الاحتجاج الاجتماعي الى اخره. الى بغينا صحيحا اننا نحلوا هذه المشاكل، هذا تيطلب ان هذا النموذج التنموي نعيدوا فيه النظر، وان نديروا برامج خاصه بالنسبه لبعض الاقاليم اللي عندها واحد الخصائص كبير. نكونوا واضحين، الجاويه المتقدمه الى بقات في هذه الوتيره اللي هي فيها، هذوك الجهات الفقيره غتزيد فقرا، لان ما غيمكنش في اطار التضامن الجاوي انها تعرف النور الكافي الى ما داش واحد البرنامج خاص لهذه الجهات. وبالتالي هذه المناطق اللي عندها الاحتقان الاجتماعي ضروري ان تكون واحد السياسه خاصه في هذا الاتجاه. هذو هما بعض النقاط اللي كنت بغيت نتفاعل معها، وشكرا لكم.